المركز الاستشفائي لسوس ماسة يعلن تاريخ 22 شتنبر 2024 تاريخا لإجراء مباراة توظيف 4 مروضين من الدرجة الأولى السلم العاشر تخصص مصحح النطق، ولهذا تم تحديد يوم 5 من شتنبر 2024 آخر أجل لإيداع ملف الترشيح المتكون من طلب خطي لاجتياز المباراة، نسخة من الدبلوم المطلوب، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، سيرة ذاتية، ترخيص اجتياز المباراة خاص بالموظفين، شواهد تثبت حالات خاصة كالإعاقة أو الانتماء لأسرة المقاومة وجيش التحرير أو كذلك تلك التي تثبت صفة مكفول الأمة. أما إيداع ملف الترشيح فيتم إما بشكل مباشر بمقر المركز أو عن طريق البريد العادي، يرسل الملف في ظرف من الحجم الكبير إلى عنوان المركز. أما الشروط فهي محددة حصرا في الجنسية المغربية، أن يكون السن ما بين 18 سنة و 45 سنة، التوفر على دبلوم مروض مصحح النطق بالتوفيق للجميع، المفكر المغربي يحييكم، يضرب لكم موعدا قريبا ويشكر الجميع على حسن المتابعة.